طاب يومكم مشاهدينا، مرحبا بكم إلى عدد جديد من برنامجكم الصباحي قهوة وجورنان. إذا معرض الصحافة نستهله بقراءة أبرز العناوين الصادرة والتي اخترناها لكم من جريدة النهار الصادرة اليوم 17 من سبتمبر 2016، الموافق للخامس عشر من ذي الحجة 1437 للهجرة. النهار تنشر تفاصيل فضيحة كتاب الجغرافيا، وهو الجدل الحاصل هذه الأيام بخصوص ما جاء في خريطة في إحدى صفحات هذا الكتاب، وقطاع التربية اهتز على وقع هذه الفضيحة كما وصفها الكثيرون، بالإضافة إلى عنوان آخر يتعلق بالإبقاء على التقاعد المسبق الذي قد يؤدي إلى إفلاس الصندوق الوطني للتقاعد. آلاف الأضاحي تنبعث منها رائحة نتنة وتتحول إلى اللون الأزرق. المزيد من التفاصيل طبعا في المقال. أول رحلة للعودة للحجاج الجزائريين اليوم من مطار جدة بالسعودية، بالإضافة إلى عناوين أخرى سنطلع عليها في معرض الصحافة تباعا، والبداية كما ذكرت من جريدة النهار. النهار طبعا تنشر تفاصيل فضيحة كتاب الجغرافيا للجيل الثاني، والذي ضم اسم إسرائيل عن وجود لبس كبير في القضية، حيث يظهر التقرير أنه بتاريخ 20 من شهر جوان 2016 تم رفع الكتاب إلى لجنة المصادقة ومنه إلى وزيرة التربية نورية بن غبريت، حيث تمت المصادقة النهائية. والغريب في الأمر، يقول صاحب المقال، أن النسخة الموجودة في ملف التحقيق المؤرخة بتاريخ 20 من شهر جوان تضم اسم فلسطين في الخريطة وليس إسرائيل، كما تم إرفاق ملاحظة أسفل الصفحة تحمل عبارة يرجى تغيير الخريطة لعدم وضوحها. هذا ما كشفت عنها التحقيقات الخاصة في هذه الفضيحة. عنوان آخر، الإبقاء على التقاعد المسبق قد يؤدي إلى إفلاس الصندوق الوطني للتقاعد. وجاء في المقال، حذر وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي من خطر إفلاس الصندوق الوطني للتقاعد بسبب بعض الامتيازات الممنوحة لعمال مختلف القطاعات في إطار تطبيق التقاعد النسبي، الذي اعتبره الوزير استفزازا أو استنفاذا لخزينة الصندوق. ووعد محمد الغازي العمال من ولاية جيجل باتخاذ وزارته الإجراءات اللازمة من أجل حماية الصندوق والعمل من أجل الحفاظ على توازناته المالية. آلاف الأضاحي تنبعث منها رائحة نتنة وتتحول إلى اللون الأزرق. كتب صاحب المقال، حذرت طبيبة بيطرية ممثلة عن منظمة حماية المستهلك، وهي جدان نزيها المواطنين، من استهلاك لحوم أضاحي العيد التي ظهرت عليها بعض الأعراض مثل تغير اللون وانبعاث روائح كريهة، إلى غاية ظهور نتائج مخابر التحليل. وأشارت المتحدثة إلى أنه تم تسجيل أكثر من 1500 حالة مشابهة على مستوى ولاية البليدة والجزائر وقسنطينة فقط. عنوان آخر، أول رحلة لعودة الحجاج الجزائريين اليوم من مطار جدة من البقعة المقدسة. وفي المقال تطالعون، ستنطلق أول رحلة لعودة الحجاج الجزائريين من مطار جدة الدولي اليوم في وقت يستمر فيه تفويج الحجاج إلى غاية الخامس من شهر أكتوبر القادم، لتكون المرحلة الأخيرة من مطار المدينة. للإشارة، ستتكفل الخطوط الجوية الجزائرية والخطوط الجوية السعودية بنقل الحجيج. وحسب الرائد في الحماية المدنية عبد الكريم حبي، فإن مصالح الحماية المدنية ستسهر وستعمل رفقة الديوان الوطني للحج والعمرة من أجل ضمان رحيل جميع الحجاج الجزائريين المتواجدين بالبقاع المقدسة. صحيفة البلاد عنونت، سلال يعقد ثلاثية طارئة لتفكيك قنبلة التقاعد المسبق. وجاء في المقال، عقدت بالعاصمة ثلاثية مصغرة جمعت كلا من وزير أو الوزير الأول عبد الملك سلال، وكذا رئيس منتدى رؤساء المؤسسات،
بالإضافة إلى ممثل نقابة العمال عبد المجيد سيدي سعيد، حيث تمحور جدول الأعمال حول دراسة سبل مواجهة الأزمة الحالية التي تواجه الجزائر، وتم من خلال هذا الاجتماع تدارس أهم ما حمله قانون المالية للعام 2017 قبل تحويله للبرلمان بداية الأسبوع الجاري. وأشارت مصادر أن الوزير الأول أكد مضي الدولة في ما يخص تطبيق بنود قانون التقاعد الجديد والخاص بإلغاء التقاعد النسبي. المحور اليومي عنوان تبون ينهي مهام إطارة سامية في وزارة السكن. وكتب صاحب المقال: أجرى وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون حركة واسعة من التغييرات في قطاعه على المستوى المركزي واللامركزي، تنوعت بين إنهاء المهام والتعيينات، مست كل من المدراء العامين ونواب المدراء، وجاءت هذه الإجراءات الاضطرارية حسب صاحب المقال بسبب تأخر الوزارة في تسليم المشاريع السكنية في أجالها المحددة، خاصة ما تعلق بالصيغ السكنية عدل والبي بي. نأخذ صحيفة أخرى، الموعد اليومي: نوري يتحدى سلال ويقيل مدير دنيا بارك. نقلت مراجع إعلامية عن مصادر وصفتها بالمتطابقة أن وزير السياحة عبد المجيد أو عبد الوهاب نوري عفوا أقال المدير العام لحظيرة دنيا بارك نور الدين بالعيد، وذلك على خلفيتها الفضيحة التي فجرها الوزير قبل أسابيع بناء على تجاوزات سجلها في بيع أراضي الحظيرة وتوزيعها لإنشاء محلات بطرق مشبوهة. وأشارت ذات المصادر أن الإقالة هذه جاءت بقرار من وزير السياحة نفسه، والذي كان قد فجر القضية في تاريخ 25 من شهر أوت الماضي لدى زيارته التفقدية إلى ولاية تيبازا. الشعب عنونت إرهابي يسلم نفسه بأين مناص واسترجاع كمية كبيرة من الذخيرة بالأغواط. وجاء في المقال: سلم إرهابي نفسه يوم الخميس بالقطاع العمليات أين مناص، في حين استرجعت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالأغواط كمية من الذخيرة الحربية تقدر ب 206 طلقات من مختلف العيارات، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني. جاء فيه: في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل جهود قوات الجيش الوطني الشعبي ومصالح الأمن، سلم إرهابي نفسه بتاريخ 15 من شهر سبتمبر 2016 بالقطاع العمليات لعين مناص، في حين استرجعت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالأغواط كمية من الذخيرة الحربية تقدر ب 206 طلقات من مختلف العيارات. إلى صحف صادرة باللغة الفرنسية الإكسبريسيون مثلا: الحرب على الأموال القذرة. وجاء في المقال: عين رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أول أمس الخميس تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته تنفيذا لأحكام الدستور الجديد الذي نص على استحداث هذه الهيئة، وحدد المهام الأساسية المنوطة بها والمتمثلة في اقتراح وتفعيل سياسة وقائية شاملة تكرس مبادئ دولة الحق والقانون وتعكس النزاهة والشفافية والمسؤولية في تسيير الأموال والممتلكات العمومية. لسوار دالجيري تفتتح، أو الجزائرية تفتتح خط الجزائر بودابست، يعني الخطوط الجوية الجزائرية. وجاء في المقال: فتحت الخطوط الجوية الجزائرية أول أمس خطا تجاريا منتظما، هو الأول من نوعه بين الجزائر وبودابست المجر، لتصبح الشركة الأولى من نوعها على المستوى المغاربي أي المغرب العربي التي تقدم خدمة نقل نحو المجر مباشرة. وقد حطت الطائرة الجوية الجزائرية بالمطار الدولي لبودابست بعد رحلة دامت نحو ساعتين ونصف، وكان على متنها حوالي 100 مسافر. ختام معرض الصحافة سيكون بتصريح اليوم، التصريح لوزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت،
وبعد الجدل الحاصل على مستوى إصلاحات الجيل الثاني جاء في التصريح النسخة الأصلية لكتاب الجغرافيا للسنة الأولى متوسط وما ورد في صفحته 65 كان يتضمن خارطة لدول الشرق الأوسط بها اسم فلسطين، والخطأ تتحمله المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية والتي باشرت في تصحيح وإعادة طبع الصفحة ليشرع في توزيع الكتاب من جديد والذي سبق وأن أمرت بسحبه. بهذا نأتي إلى ختام معرض الصحافة لنهار اليوم، تقبلوا تحياتي والسلام عليكم.